فخامة الرئيس، أيها الحفل الكريم، في هذه المناسبة التاريخية المحفزة والمنفتحة على آفاق التقدم والسلام، يطيب لي أن أتقدم من تونس العزيزة دولة وشعبا بأصدق التهاني، وقد اجتازت مرحلتها الانتقالية بخطى ثابتة نحو تجديد مفهومي المواطنة والديمقراطية، متمنيا لها الخير والازدهار والاستقرار في كنف دستور ضامن للحريات والحقوق يساهم بانتظام الحياة السياسية في البلاد. لقد حملتني قراءة دستوركم الجديد إلى بضع خلاصات أود أن أتشاركها معكم كالآتي: أولاً، لقد تمكنت تونس في سنوات قليلة أن تنجز العملية الانتقالية، واللافت أن هذا المسار قد تميز فعلاً باعتماد معايير ديمقراطية حضنت العملية برمتها. فالدستور الجديد هو ثمرة مجلس وطني تأسيسي انتخب بإشراف هيئة مستقلة للانتخاب، وعلى أساس قانون انتخاب اعتمد النظام النسبي، وقد سمح بتظهير تنوع مكونات المجتمع التونسي، اعتمد كذلك سلة من الإصلاحات. ثانياً، لقد عبر كثيرون قبل الدستور الجديد وفي معرض مناقشته عن مخاوف من تراجع مكتسبات عدة بعضها جزء من تاريخ تونس الحضاري، وبعضها الآخر جزء من انتظارات التونسيين والتونسيات. وقد جاء دستور 2014 ليرسل إشارات الطمأنة والضمان من خلال تضمينه الأمور الآتية مجتمعة: 1- رعاية الدولة وضمانها للحريات والحقوق، واعتبار الدولة راعية للدين، راعية لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. 2- إصرار الدستور في معرض نصه على أن القانون يقرر الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها، على أن هذه الضوابط يجب أن تتم بما لا ينال من جوهرها، أي جوهر الحقوق والحريات الذي لا يجوز أن يسقطه أي تشريع تحت عنوان الضبط والتنظيم. 3- ولأن تونس كانت رائدة في تكريس حقوق المرأة الإنسان، وتحديداً في تشريع الأحوال الشخصية الصادر في العام 1956، فقد ألقى الدستور الجديد على الدولة أن تضمن حقوق المرأة وتدعم مكاسبها، وكأن الدستور الجديد يرفع تلك المكتسبات إلى مصافي الحماية الدستورية حفاظاً على ريادة تونس في المجال الجندري، ودرءاً لمخاوف التراجع في التشريع والممارسة عن مكتسبات المرأة التونسية. 3- وبالترابط مع ما تقدم، فإن ما نص عليه الدستور الجديد لجهة إنشاء محكمة دستورية يشكل واحدة من الضمانات الأبرز في البناء الدستوري الجديد. هذه المحكمة العليا تضبط انسجام التشريع مع الأحكام الدستورية التي تعلوها تحت طائلة إبطال هذا التشريع إذا ما خالفها، وبذلك يحصن الدستور الجديد ليكون المرجع الأعلى في حركة التشريع. فلا تأخذ القوانين بيد ما أعطاه الدستور بيد. والتجربة اللبنانية تقودنا إلى التنبه إلى وجوب المحافظة على هذه المحكمة، فلا يجوز الضغط عليها أو تقييدها أو تسييسها أو تعطيل اجتماعاتها. 4- وإلى جانب الحريات والحقوق، فتح الدستور أبواباً جديدة تستشرف مستقبل تونس وتحاكيه، فجاء يقول مثلاً
بوجوب أن تلتزم الدولة دعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة. فخامة الرئيس، أيها الحفل الكريم، وحدة الدولة كما وحدة الأحكام الدستورية تحتاج إلى آليات ونظم ومسالك، لكنها تحتاج بصورة أولى إلى مواطنين، وها هي تونس المواطنة تدخل إلى عالم الديمقراطية غير المستوردة، ديمقراطية الخيارات التي تشبه انتظارات الناس وآمالهم، بحاجة إلى قادة ومسؤولين على قدر آمال الناس يترجمون ما ورد في الدستور كل يوم من أجل أيام أفضل. وإذ يقر المجلس الوطني التأسيسي دستوراً جديداً لتونس، فهو يضع في جوهره خطاً بيانياً يمكن أن يسترشد به العديد من الدول والشعوب المتلمسة لخياراتها السياسية الفضلة في زمن التحولات، بحثاً عن الديمقراطية الحقة والحرية والعدالة. هذه الدساتير الجديدة يجب أن تخفف من غلو التعصب والتطرف، يجب أن تكرس ديمقراطيات أكثر إنسانية تشرك كافة مكونات الدول في إدارة الشأن العام، ديمقراطيات تأخذ في الاعتبار التنوع والتعددية التي تنمو بسرعة مع انتشار العولمة الناتجة من التطور العلمي المضطرد. ومثل هذه الديمقراطيات لا يمكن أن تحقق كامل مقاصدها من دون الارتضاء بنتائجها ومفاعيلها، خصوصاً على الصعيد تداول الدوري للسلطة، ومن دون احترام قرارات هيئاتها الناظمة بعيداً من أساليب العرقلة والتعطيل. تحية وتهنئة من القلب لتونس وشعبها الشقيق، والتي نرتبط معها باعتزاز بوشائج قومية وحضارية متجذرة في التاريخ، وإلى مزيد من مواعيد الخير والتقدم والوفاق. وشكراً. Monsieur Macky Sall, président de la République sénégalaise.